ثمة مزجة إلهية عجيبة في الجوانب الروحانية البدنية، أن الله جعل أرواحا طيبة تخرج من أرحام شريرة وأخرى شريرة تخرج من طيب، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وجعل ذرية بعضهم بعض في الطيبين، وجعل حمض جيني روحاني تنقل به الكراهية أو المحبة. أنت فيك حمض رباني روحاني نوراني تحب به رسول الله، لأنه ثمة شيء من روح رسول الله فيه. الذين يحبوننا ثمة شيء مشترك روحاني، الذين يحبون قتلة الحسين هم فيهم مشترك روحاني تشابكي مع تلك الأرواح، وعليه نقول أن هناك شبكات تواصل روحانية بين الروحانيين وبين الأرواح عبر هذا الملكوت الأحياء والأموات. يعني رجل يقف ويقول لو كنت مع زمن الحسين لقتلته ولا وليت يزيدا، هو يحب هذا اليزيد ولا يعرفه ولم يره وليس يمسك عليه سيفا، لأن الروح روحه مشربة متشابكة مع تلك الروح. قال رسول الله سبحانه وتعالى تشابهت قلوبهم، أي تشابكت في شبكة شيطانية ظلموية مستمرة. وكذا أرواح الطيبين متشابكة، عندما تزور وليا فأنت تقوي تلك الشبكة الروحانية بينك وبينه، عندما تصلي على رسول الله تقوي تلك الشبكة الروحانية، بل إن الله جعل الصلاة على نبيه تشابكا روحانيا يوصل إليه، إن الله ملائكته بمعنى ثم تنور رباني قبس ثم تشابك ملائكي يوصل إلينا نحن عندما نصلي، نتصل بتلك الشبكة الشبيهة بالأنترنت عندنا، ولكن أعظم مثلا وأعظم قدرة وأعظم سرا إنما هذه الشبكات التي لدينا هي نماذج مصغرة مبسطة عن شبكات ربانية تقوم بالبث يوميا، بمعنى إذا جلست تصلي ثمة شبكة، وهكذا عندما تقول السلام عليك أيها النبي فأنت موصول تراه بروحك وإن كنت لا تراه بعينك فتسلم عليه، ثم تسلم على عباد الله الصالحين وتسلم علينا أي على الطيبين من أهل الأرض. فالصلاة تشابكية أيضا، والسحر تشابكي، والعين تشابكية، والشر شبكة، وهكذا هكذا.